ختام رسالة الصباح يوم الثلاثاء ومتابعة حصرية وخاصة مع بعثة فريق النادي الأهلي وأيضا تفاصيل أخرى داخل استاد هزاع بن زيد، معي في هذه اللحظات مع سعادة سالم النقبي المتحدث الإعلامي والمسؤول الإعلامي لمباراة السوبر المصري. برحب بسعادتك على شاشة قناة الأهلي، ونتحدث عن الإعلام، يعني الحديث واحد والدور واحد، لكن الرولز الإعلامي المتعلق بتنظيم مباراة السوبر من حضرتك كمنسق إعلامي لهذه المباراة. في البداية طبعا توجه لكم بالشكر على تواجدكم هنا في مدينة العين وتحديدا في استاد هزاع بن زايد اللي راح يستضيف ان شاء الله السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي. بالنسبة للأمور الإعلامية، تعرف هنا في دولة الإمارات صار لنا سنوات طويلة ماشيين على الأمور الإعلامية نفسها اللي متواجدة بالاتحاد الدولي الفيفا بالإضافة إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. فمباراة السوبر المصري ان شاء الله راح تشهد إعلاميا كافة الأمور، يعني النقاط اللي تستخدم بالفيفا والرولز اللي تستخدم بالفيفا راح يتم استخدامها ان شاء الله وفي مباراة السوبر المصري على اعلى معايير من المؤتمرات الصحفية، مواعيدها، بالإضافة الى اللقاءات التلفزيونية قبل وبعد المباراة، بالإضافة الى المنطقة المختلطة. تم تجهيز الاستاد بالكامل لاستضافة هذا الحدث الكبير. هل هناك أي حدث إعلامي داخل الاستاد قبل انطلاق المباراة، ولا كل التصريحات أو اللقاءات الإعلامية أو في أي تفاصيل أخرى هتكون كلها بعد نهاية هذه المباراة؟ هو اوريدي نحن اصلا بدينا برنامجنا الاعلامي، صار لنا اسبوع من حيث الاعلان والترويج عن استضافه مدينه العيد لهذا الحدث الكبير الرياضي الكبير. بالنسبه للامور الاعلاميه بدأت اليوم المؤتمرات الصحفية الخاصة بمدرب فريق النادي الأهلي ومدرب فريق المصري البورسعيدي، بالإضافة إلى المؤتمر الصحفي الخاص باللجنة المنظمة. وإن شاء الله يوم المباراة راح تكون عندنا مثل ما اتفقوا الكباتن أن البوابات راح تفتح للجماهير قبل 4 ساعات إن شاء الله من المباراة. راح تكون هناك فعاليات مختلفة، بعض القنوات راح تتواجد في أرضية الملعب، إجراء حوارات مع المنظمين مع المسؤولين مع الجماهير. وإن شاء الله بعد المباراة راح تكون عندنا بعد لقاءات تلفزيونية داخل أرضية الملعب ومن ثم مؤتمرات صحفية كذلك للمدربين للحديث ما بعد المباراة. طبعا الفائز بنقول له مبروك والخسران كذلك بنقول له مبروك، لأن الفائز واحد في مدينة العين إن شاء الله. سؤال أخير، هل في ختام المباراة في المؤتمر الصحفي للجهاز الفني لكلا الناديين هيكون مؤتمر صحفي مجمع، ولا كل مدير فني له مؤتمر صحفي مستقل أو منفصل عن الفريق الآخر؟ لا، هو حسب لوائح الفيفا لكل فريق المؤتمر الصحفي لكل مدرب فريق راح يكون منفصل، البداية دائما وأبدا تكون مع الفريق الخاسر والمؤتمر الثاني يكون لمدرب الفريق الفائز إن شاء الله. هل هناك فرصة لمؤتمرات صحفية للاعبين أيضا؟ لا، بالنسبة للاعبين لا مش متواجدة، فقط للمدراء الفنيين للفريقين. سعادة سالم النقبي المسؤول الإعلامي والمنسق الإعلامي لمباراة السوبر، أنا بشكرك شكرا جزيلا وبالتوفيق يا رب أن تخرج المباراة بشكل يليق بهذا الحدث الكبير إن شاء الله. ونحن شاكرين لكم مرة ثانية تواجدكم وحضوركم وتغطياتكم المتميزة لفريقكم فريق النادي الأهلي وكذلك للسوبر المصري. شكرا. إذن لا يتبقى سوى المباراة واستضافة هزاع بن زايد لهذه المباراة الهامة، مباراة السوبر، لكن قبل كل ذلك يتبقى فقط أيضا التدريب الأساسي والرئيسي لفريق النادي الأهلي على ملعب هزاع بن زايد، وسيكون التدريب الأخير للفريق لمدة حوالي ساعة ونصف بالتنسيق بين كل الناديين. الأهلي بإذن الله سيكون في هذا الملعب في تمام الساعة 7 بتوقيت الإمارات، 5 بتوقيت القاهرة، لأداء التدريب وختام الجزء الفني والبدني بالنسبة لفريق النادي الأهلي لخوض هذه المباراة مساء يوم الجمعة 12 من شهر يناير الجاري.